بعد الدولار الذهب بقى نجم ترند في مصر عشان نسب الاقبال الكبيره عليه، لانه ملاذ امن في الازمات الكبيره وتقلبات اسعار العملات. يعني لو في مصيبه يبقى الذهب هو الحل الافضل عشان تحافظ على فلوسك من الضياع او قيمتها تقل. وفي مصر الذهب قفز قفزات تاريخيه لاول مره لاسباب كتيره، والمصريين وقفوا طوابير على محلات الصاغه عشان يجمدوا مدخراتهم بعد اخبار التعويم وتقليل قيمه الجنيه المصري، ولان الذهب بيحتفظ بقيمته وبيحقق ربح كمان. الذهب رايح على فين في مصر، وايه الحدث المهم اللي مستنيه السوق، وبناء عليه سعره هيستقر او يستمر في الارتفاع؟ بانكير نبض البنوك. في الغالب الذهب والدولار كل واحد فيهم بيحدد سعر التاني، وماشيين دايما عكس بعض. يعني الدولار لو زاد الذهب سعره هينزل، والعكس صحيح، لو الدولار نزل الذهب يرفع، ودي قاعدة السوق الاقتصادية. لكن في مصر كانت الحالة خاصة شوية، لان الذهب كان مع نفسه وملهوش علاقة بالدولار، والطلب كان هو اللي بيحدد سعره عشان المعروض كان قليل. شفنا الاسعار ازاي طلعت في العالي جدا. مهما كان الذهب بيتأثر بالوضع الاقتصادي وهيستمر في حالة الفوضى لحد ما يوصل لنقطة الاستقرار، ودي هتتحقق غالبا بعد مراجعة صندوق النقد والقرارات اللي هتسبقها، سواء تعويم توافر دولار وتقرير المراجعة بتاع الصندوق، واللي هيفرق كتير في قصة استقرار أسعار الذهب. يعني لو الدولار اتوفر وسعره قل، الذهب المفروض ينزل، وبنقول المفروض لان في مصر السوق ليه اهتمامات تانية. ولو مشكله الدولار ما اتحلتش وما حصلش اتفاق مع الصندوق على الشريحه التانية، معناه ان الدولار سعره هيزيد قدام الجنيه، وساعتها الناس هتجري تاني على الذهب، ومع ارتفاع الطلب الاسعار هتولع من تاني. الخلاصه ان سوق الذهب مش هيستقر غير لو استقر الجنيه ودخلتها في تعويم تاني، لان الناس ساعتها هتضمن ان فلوسها ومدخراتها قيمتها مش هتقل او تنقص، وهتخف الطلب على الذهب. يا ترى ايه اللي هيحصل في سوق الذهب الايام اللي جايه؟ ده اللي هنتابعه معاكم لحظه بلحظه. انا اشرفت اشرف، والى اللقاء. بانكير نبض البنوك.